هل اتعرف دلوقتي على مصفح فيفالدي؟ هو ميزته فيها سريع جدا ومميز، ونعرف بعض المميزات فيه في هذه الحلقة. هنا بنخش على الموقع فيفالدي براوزر، بنلاقي هنا في داونلود بنحملها، فبتحمل معانا اهي وبنفعله. طبعا المتصفح اهو شكله جميل جدا وفيه مميزات رائعة، وهنعرف طبعا كل الميزات ديت. طبعا هو بيديك المتصفحات الأخرى والحماية والألوان، اللي مثلا حابب أعمل اللون دوت فبيتغير معايا الألوان. أشكال رائعة جدا. طبعا الأزرة الموجودة هنا ممكن تغير شكلها، تضيف نمط. انا افضل اخليها فوق، وطبعا لو في نقطة عايز حاجة تكتبها وهكذا. هنيجي هنا اول حاجة، طبعا ما ننساش ان هنا ليها ايميل، ونعرف مكانها فين، ونعرف مزايا وهذه المتصفح في الحلقات الجاية ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.